في إطار رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات الرامية إلى خدمة الإنسان وتلبية حاجة الشعوب، أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عن إطلاق أول وقف رياضي مبتكر، وذلك بالتعاون مع شركة 9714 سبورتس بهدف تشجيع الرياضيين والهواة على المساهمة في دعم العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات. وقد نالت شركة 9714 سبورتس الرياضية علامة دبي للوقف. هذه العلامة هي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي تملك مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، وذلك طبعا تقديرا لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص وتثمينا لدورها في إطلاق الوقف الرياضي المبتكر. حول الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد عبد الله الحصاي، ضابط رئيسي في علامة دبي للوقف. أهلا ومرحبا بك معنا وصباح الخير. صباح النور يا رسول. يعني هناك تعاون مثمر لإطلاق أول وقف رياضي، ونحن نتحدث هنا عن الإعلان الذي تم بموجبه اتفاقية أقيمت مراسم توقيعها في مجلس دبي الرياضي. نتحدث بداية عن فكرة الوقف الرياضي، هي فكرة جديدة. نعم طبعا نحن في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة نستقبل ونحث الشباب على الأوقاف المبتكرة هذه، وطلع ويانا حين أول وقف رياضي من شابة إماراتية طموحة حبت أنها شوي تغير من معنى الوقف التقليدي هذا، فيابت لنا الفكرة على أساس أنها هي تدعم الرياضة وهي شغالة أصلا في الرياضة. جميل. فخصصت مبالغ ونسب أنها تكون للوقف. طبعا الاتفاقية كانت في مجلس دبي الرياضي، ومن ضمن بنود الاتفاقية طبعا أنها تكون داعمة للتعليم وأنها تساهم بأجزاء من الريع للأوقاف، وكذلك كان هدفها نشر مثل ما هو هدفنا نحن نشر ثقافة الوقف في المجتمع، وايضا ان وكيف ان سهل اقدر اي اوقف، وهي كانت ايضا من اهدافنا واهدافها. نعم، لما بنقول وقف مباشره يتبادر الى الذهن الاوقاف الدينيه الى حد ما، يعني تبني مسجد، تبني مركز، تبني كنيسه، ولكن حضرتك كنت عم بتقلي انه في افكار كثير مبتكره للاوقاف. نعم. ومنها الوقف الرياضي. نعم. الفكره غير حتى تحثوا الشباب وتدعموا المجموعات الرياضيه، شو الاهداف الاخرى؟ بالضبط مثل ما تفضلتي أستاذة، أن الحين الناس كلها ماخذة فكرة أن هي الأوقاف التقليدية، الأوقاف التقليدية كلها عبارة عن أصول ومباني ومن خلالها يجي الريع وأنا أصرف هذا الريع للمحتاجين في المجتمع. نعم. الآن مع هذا التطور، مع هذا الجيل الجديد والشباب، نبغي نعطيهم فرص أنهم يدخلون هذا المجال اللي هو مجال التكافل ومجال إنساني وخيري، بالتالي أنا أقدر أفيد المجتمع من خلال أشياء بسيطة أنا أسويها. أوقاف مبتكرة جديدة لها الأصل الثابت اللي هو مثلا سواء كانت شركة أو كانت أي مدخول له، ويسخرها للمجتمع. نعم، هيك بتكونوا عم تجذبوا الفئة العمرية الشابة، صح؟ نعم، يعني عادة ما بتحس حالة كتير معنية بالأوقاف. صحيح صحيح. نعم. طيب إذا حكينا عن الفرق ما بين الوقف الرياضي وأنواع المختلفة للأوقاف، وقديش بالفعل الأوقاف المبتكرة بتجذب فئة أكبر من الناس؟ نعم، الآن الأوقاف المبتكرة كلها فئة الشباب جدا قاموا يعني تهل علينا اتصالات إن هل هذا يجوز أو لا يجوز. هو في إطار التكافل الحمد لله كل شيء يجوز عندنا نحن. تمام. الآن الوقف الرياضي هذا الرياضي هي أصلا منافسة، فيها منافسة، فبالتالي المنافسة في شيء خيري. نعم. أنا اليوم عندي مشروع رياضي، فليش ما أسخر هذا المشروع إنه يخدم الرياضيين ويخدم الهواة بشكل خاص ويخدم المجتمع بشكل عام. جميل. بالتالي أنا خصصت مبلغ في أجر يرجع لي أنا من ناحية دينية، وفي في هدف حققته أنا، هدف اجتماعي في المجتمع، أني أنا سديت حاجة معينة في المجتمع كان الناس هاي في حاجة لها، فبالتالي أنا بتكاتفي مع المجتمع قدرت أحقق هذا الهدف. نعم. طيب شركة 9714 سبورتس اللي هي الشركة يلي عم تتعاملوا معها بمركز محمد بن راشد، تم منحها تقدير
للجهود يلي عم تبذلها بهالعمل بالذات. كيف تم التعاون بينكم وبينه، وقديه هالتقدير بيعطيكم حافز ودفع انكم تقدموا بعض الافضل؟ نعم، طبعا من ضمن مهام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف الهبة انها تمنح العلامة، علامة دبي للوقف، لكل من يساهم او كل من له مساهمة مجتمعية تقديرا لهذا الجهد اللي يسويه وهذا الهدف اللي يبغيه. فبالتالي منحنا ل 9714 سبورتس مديرتها اللي هي أمل المهيري انها تستحق هذه العلامة، بحيث انها ادت هذا الدور المطلوب منها، ومطلوب من ايضا من المركز انه يحث هؤلاء الشباب على انهم يدشون هذا المجال وانهم يخدمون المجتمع. جميل. نعم. طيب لو تحدثنا عن ريع الاوقاف. نعم. الطرق التي يتم توزيع ريع الاوقاف فيها على اصحابها، من هم اصحابها؟ الاوقاف طبعا يكون فيها ريع. الان مركز محمد بن راشد بهذا الكم من اصحاب المشاريع انهم يدعموننا بهذه الأوقاف المبتكرة، ريعها يصب في مشاريع موجودة في مؤسسة الأوقاف شمال القصر، وهاي المشاريع وقفية. وهناك في فرق بين وقف وصدقة. نعم. الوقف دائم ومستمر وهذا هو المطلوب، أما الصدقة يكون في وقتها وفي في في حينها يعني. فبالتالي الوقف أهم لأنه راح يستمر أجيال وأجيال، فهذا هو هدف المركز. انعكاسات الوقف على المجتمع وعلى التكافل الاجتماعي. الحمد لله اليوم بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف قدرنا نسد حاجات كثيرة، قدرنا نوصل ل قدرنا نعطي جمعيات تساهم في سد حاجات المجتمع، منها أشياء خاصة بالتعليم وأشياء خاصة بالصحة. فبالتالي نحن الآن بالتعاون مع هؤلاء اللي هم عملائنا أو شركائنا الاستراتيجيين قدرنا نحن نوصل للمجتمع ونسد هذه الحاجات. طيب المشاهدين الرياضيين، المشاهدون الرياضيون المهتمين، كيف ممكن يساهموا بهذا الوقف؟ لأنه بالنهاية الوقف رياضي مبتكر. نعم. وبالتالي للرياضيين حيز كتير كبير بالمشاركة، حتى كمان يوصلوا رسالة الروح الرياضية، التكافل اللي حضرتك عم تذكره. نعم. كيف ممكن يتواصلوا معكم حتى يكون لهم مشاركة؟ جميع الأخوان الرياضيين أو الرياضيات هم يقدرون يتواصلون ويانا عن طريق اللي هو المركز شبك، عن طريق اللي هو الويب سايت عندنا، او عن طريق التواصل عبر الهاتف او عبر الايميلات اللي موجوده. يقدم الطلب الاستماره هذه ويذكر فيها شروط اللي هو يبغيها، ونحن نعدل له ونصحح له ونقول له وين المسار الصحيح اللي تقدر انت تحط فيه الريع هذا. نعم. الان المجال مفتوح مو بس للرياضيين، نحن نرحب بجميع الاخوه او المبتكرين اللي هم عندهم اوقاف مبتكره انهم يزورون الموقع، موقع المركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبه، وفي ارقام تواصل ويقدر يتواصل ويانا ونحن بنخدم ان شاء الله. جميل. لو تحدثنا عن التسهيلات التي تقدم للمقدمين على مثل هذا النوع من الأوقاف. نعم، الآن في تسهيلات وفي أفضلية لكل من لكل حاصل علامة دبي للوقف، لكل من حصل على علامة دبي للوقف تكون له أفضلية في التعاقدات والتعاملات الحكومية في دبي، وأيضا يكون له نحن نغطي إعلاميا كمركز، نغطي هاي الشركة أو هاي الشريك هذا، وبالتالي يكون له حق التسويق انه ياخذ العلامه هاي ويسوقها. نعم. لان نحن شغالين على الان على العلامه ونبرز دورها في المجتمع، علامه دبي للوقف. اي حد يشوف محل او مطعم او كوفي فيه هاي العلامه لا يتردد انه يصير يزور هذا المكان، لان هذا المكان راح يدعم المجتمع. نعم. طيب رح أختم معك ببعض الأمثلة عن الأوقاف المبتكرة. يعني سبق وحكينا عن الوقف الرياضي. نعم. كنت عم تذكر لي أنه في وقف الكهوف البحرية. نعم بالضبط، في كهف بحري أحد الأخوة قال أنا راح أوقف هذا الكهف البحري. هو الكهف البحري يسمونه المشد عندنا نحن في نعم. في على اللهجة المحلية. طبعا المشد أو الكهف هذا يكون فيه أسماك، فبالتالي في بيع وشراء في الموضوع، وخصص المبالغ هاي تروح للأوقاف. نعم. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله الحصاي، ضابط رئيسي في علامة دبي للوقف، على هذه المعلومات. الله يسلمك. جزاك الله خير. شكرا.